وأستعرض وإياكم مشاهدين هذه التصريحات التي صدرت قبل قليل، حيث يقول السكرتير العام للأمم المتحدة أنه قلق للغاية إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وأن العالم لا يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى. غوتيريش قال أيضا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتساعد في منع التقديرات الخاطئة، بينما يقول مسؤول إيراني أن حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل، مشددا على أن أي قرار متهور من إسرائيل يمكن أن يغرق المنطقة بحرب جديدة. وكانت صحيفة لوريون لوجور كشفت عن اجتماع عقد بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في العراق مؤخرا، ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع بحث التطورات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان. قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في تصريحات للحدث إن وزير خارجية قبرص سيبلغ نظراءه الأوروبيين الاثنين المقبل عن المخاطر المحدقة بعد تهديدات زعيم حزب الله حسن نصر الله. وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الاثنين سيتم البحث بدعم قبرص في مواجهة المخاطر المحدقة. كذلك أعرب عن قلق أوروبي من مخاطر توسع الحرب على لبنان، ووصف الدبلوماسي الأوروبي اتهامات زعيم حزب الله ضد قبرص بغير المنصفة وتفتقد لأي أساس، مشيرا إلى أن مخاوف قبرص من توسع حرب لبنان ليست عسكرية بل من تدفق اللاجئين إليها. وكشف الدبلوماسي الأوروبي للحدث عن مشاورات جارية مع حزب الله والحكومة اللبنانية وإيران لوقف التصعيد. من بروكسل ينضم إلينا مراسل الحدث نور الدين الفريضي. أهلا ومرحبا بك معنا نور الدين. حقيقة وطبيعة هذا المشهد والموقف الأوروبي من جراء ربما الوعيد والتصعيد من قبل حزب الله. يوجد قلق حقيقي في صفوف الدبلوماسيين الأوروبيين من مخاطر توسع الحرب في لبنان، وإذا هي توسعت على لبنان فمعنى ذلك أن التداعيات ستكون مباشرة على قبرص. لذلك فالدبلوماسيون يتحدثون عن وجود مؤشرات كثيرة على احتمال توسع الحرب على لبنان، وهذه هي المخاطر الأولى بالنسبة للدولة اللبنانية، بالنسبة للمجتمع اللبناني أو للشعب اللبناني. طبعا هذا الوضع إذا ما حدث سيؤدي إلى نتائج كارثية على الصعيد الإنساني، بمعنى أن هناك أمواج من اللاجئين والمهاجرين قد يتوجهون إلى قبرص وهي البلد الأوروبي القريب جدا من لبنان، تقريبا 200 إلى 230 كيلومتر فقط بين سواحل لبنان وسواحل قبرص. ولهذا السبب أو هذه المخاوف الحقيقية لدى القبارسة حسب الدبلوماسي الأوروبي الذي تحدث قبل الحضور أمامكم، وليست مخاوف عسكرية. لا وجود لأزمة بين الحكومة اللبنانية وقبرص، لا وجود لأزمة بين قبرص والدولة اللبنانية. هناك تهديدات تفتقد أي أساس من جانب حزب الله ضد قبرص. نعم هذه التهديدات تؤخذ على محمل الجد، ولكن حقيقة لاحظنا أيضا نبرة دبلوماسية تقلل من أهمية هذه التصريحات أو الخوف من أنها تترجم إلى أفعال، لأن قبرص مثل ما تحدث الدبلوماسي وهو عايش 4 حروب في لبنان، قال الدبلوماسي قبرص لم تكن يوما طرفا أو اتخذت يوما سلوكا عدائيا ضد الدولة اللبنانية أو ضد الشعب اللبناني، وبالتالي ليس هناك من أي أساس لا سياسي ولا غير سياسي لتصور مثل هذا المناخ العدائي بين البلدين. ولكن في المقابل هناك فعلا مخاوف حقيقية من تدفق اللاجئين والمهاجرين إذا ما اتسعت الحرب على لبنان.
لذلك فطبعا هناك يعني ربما هذا هذه النبرة الدبلوماسية، دعنا نقول الهادئة إلى حد ما أو العقلانية إلى حد ما، هي نتيجة الاتصالات التي تجريها سواء كان بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت أو مباشرة بين جوزيف بوريل، المكالمة بين جوزيف بوريل وعبد الله أبو حبيب وزير خارجية لبنان، أو بين الجانب الأوروبي والجانب الإيراني من أجل احتواء الموقف. لكن هناك أيضا اتصالات تجري لدعم الجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة، ودعم أوروبي لليونيفيل وبشكل أساسي للجيش اللبناني، ربما ذلك يقتضي العودة إلى تفاصيل ذلك يوم الاثنين. تفضلي. شكرا جزيلا لك من بروكسل مراسل الحدث نور الدين الفريدي، شكرا جزيلا. وأيضا معنا من باريس الناشط السياسي اللبناني جان كلود بشارة، أهلا ومرحبا بك معنا سيد بشارة. فعليا كما قال مراسلنا الزميل نور الدين بأنه ربما المخاوف ليست مخاوف عسكرية، ليست من ربما جراء حدوث عمل عسكري كما كان في التهديد الذي صدر عن نصر الله، ولكن من موضوع الهجرة وتدفق ربما المهاجرين أو اللاجئين إذا ما توسعت هذه الحرب. هل فعليا هذه هي فقط المخاوف لقبرص ولأوروبا، أم أن هناك شيء أكثر دقة وأكثر عمقا تخشاه الدول الأوروبية اليوم؟ مساء الخير. أهلا. يعني من المخجل جدا اللي صار من يومين ثلاثة، اللي حكى السيد حسن نصر الله عن ضرب قبرص إذا ساعدت إسرائيل. يعني كلنا بنعرف انه من سنة 75 قبرص هي الملجأ الاول والامين للبنانية، وحتى بال 2006 كمان لقوا ملجأ لهونيك، هي دولة صديقة نحن ما نتمنى الا الخير لانه ما كانت الا منيحة معنا وساعدتنا بكل الاحيان. بس اليوم اللي عم بيصير اكيد سمعنا انه تفضل وحكوا مع وزير الخارجية عبد الله حبيب، بس كلنا بنعرف انه بلبنان القرار مش عند الدولة، يعني القرار الدبلوماسي أو السياسي أو العسكري هو عند حزب الله. اليوم بلبنان هو الماسك بزمام الأمور بلبنان. يعني شفت صرح الوزير الخارجية تصريح عادي، يعني ما في شيء عم بيعتذر كأنه، ولكن مثل ما بتعرفوا القرار مع حزب الله. هلا بالنسبه لتدفق اللبنانيين، للخوف من تدفق اللبنانيين على قبرص، في كثير لبنانيين صار عندهم اشغالهم هونيك وفاتحين مكاتب وعندهم بيوت، وفي كثير لبنانيه للاسف فلوا من لبنان من 3-4 سنين وحتى من سنه او 8 اشهر وصاروا باوروبا او بامريكا. فهيدا ما بفتكر هيدا هو الخوف الاساسي. يعني قبرص هي مثل ما بتعرفوا هي جزء لا يتجزا من المجتمع الاوروبي، وفيها مركزين للحلف الاطلسي عندها. هلا الحكي اللي حكاه نصر الله ما بعرف لوين، بفتكر انه منه كثير واعي اللي عم بيحكي، بس انا ما بفتكر انه حيكون التدفق الشعب اللبناني على قبرص هو اللي بخوف اكثر من السلاح تبع حزب الله. اذا فعلا الخشيه الحقيقيه هي من عمل عسكري، ولكن هل من الممكن ان يكون عدم التصريح والإفصاح عن هذه المخاوف لأنهم لا يأخذونها على محمل الجد؟ هل هذا ممكن، أو أنه ليس باستطاعته القيام بذلك، أو ربما هناك من يمنعه، أو من أي أوراق طرف تضغط من قبل بعض الأطراف عليه أو على من يقف خلفه لعدم القيام بهكذا أعمال، لذلك لم يتم التطرق بشكل واضح إلى المخاوف من عملية عسكرية؟ ما رأيك بذلك؟ هلا كلنا بنعرف مين في وراء حزب الله، والحرب اللي فتحها حرب الإسناد مثل ما قال حسن نصر الله، توحيد الساحات ونصرة غزة.
فلحديث اليوم يعني هو لو كان بده يعمل حرب حسن نصر الله كان عم بيقول عنده 200 ألف مقاتل، كان من أول نهار من 8 أكتوبر فات على فلسطين المحتلة وإسرائيل تيساند شعب غزة. ولكن من الواضح أنه هيدي كلها ورقة عم بيستعملها مشان إيران بمفاوضاتها الدولية لا أكثر ولا أقل، لأنه إذا كنت لبناني وحريص فعلا على اللبنانية وعلى وضع لبنان يلي هو قبل ما يفوت ب 8 أكتوبر كان عن وضع اقتصادي وإنساني كتير كتير سيء، ما بيفوت بهيك حرب وبيعلن على العالم وبيرجع بيهدد كيف ما طلع على التلفزيون بيهدد إن كان داخليا أو خارجيا، وإذا حدا حكي ضده بيعايره أنه هو عميل للخارج. فبفتكر هيدي ورقة بإيد حسن نصر الله عم يلعبها لدولة خارجية مثل ما كلنا بنعرف. جئت على ذكر الملف النووي والمفاوضات النووية الإيرانية بأن تستخدم، فعلا اليوم تستخدم هذه الجبهة اللبنانية من خلال حزب الله لتصبح ورقة ضغط إيرانية من خلال المفاوضات ربما المنتظرة اليوم أو التي يتم التعويل عليها من الجانب الإيراني. هل هذا ممكن أن كل هذا التصعيد حتى قد لا يكون إذا ذهبنا لبعض القراءات لنصرة غزة وإنما كما يقول حزب الله وإنما لإعطاء إيران الإمكانية بالتفاوض وتسليمها هذه الورقة؟ يعني معلش اللي عم بتقولي معك حق، يعني واضح واضح كتير واضح شو عمل بحرب الإسناد اللي قام اليوم حزب الله ضد إسرائيل. ليساند غزة، غزة احترقت، مات فوق 50,000 شخص. وين حرب الإسناد؟ شو عم نعمل؟ هيدي كلها وراء عم بيحملها بإيده طيعطيها لإيران وتحاور فيها الأمريكان، يعني شيء طبيعي. يعني ما عم بشوف كيف حسن نصر الله اليوم أو حزب الله أو توحيد الساحات ساعدوا غزة بأي شكل، قدروا يساعدوا غزة، أعطونا بس ربح واحد عملوا من هالحرب اللي وقف فيها بالغزة، إلا أنه هجر اللبنانية من ضياعهم، حرق مزروعات الجنوب، هجر أهلنا من الجنوب، وكلفتنا فوق بالملايين 100 ملايين دولارات بلبنان. فما عم بشوف وين عم بتكون هالحرب هي إسناد أكثر ما هي ورقة بإيد غيرنا. شكرا جزيلا لك من باريس، كنت معنا الناشط السياسي اللبناني جان كلود بشارة، شكرا جزيلا.